مش احنا قلنا قبل كده ان اللون الفاتح بيدي اتساع للمكان، صح ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. لو بتتابعني لأول مرة استأذنك نعمل سبسكرايب، هو يا ريت نفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد في عالم الاعمال اليدويه والفنون التشكيليه بصفه عامه. اهلا بيكم. بما اننا دخلنا في سلسله الوان وديكورات الحوائط، فخلوني اقول لكم اهم النصايح اللي ممكن تخلي او تحول اي اوضه صغيره او اوضه ضيقه لاوضه واسعه، وبالاخص غرف النوم. اول حاجه ان احنا نستعمل الوان فاتحه، الوان الدهانات تكون فاتحه، الابيض، الابيض اوف وايت، الاوف وايت جراي، اوف وايت كريمي، وهكذا، او اي درجه من درجات الالوان الفاتحه. وممكن حضراتكم بعد الفيديو ترجعوا للحلقه الخاصه بالوان وديكورات الحوائط، هتلاقوني بتكلم بالتفصيل ازاي نختار اللون المناسب بالاخص في الاماكن الضيقه عشان نديها اتساع. يبقى اول حاجه استعمال دهانات والوان فاتحه. تاني حاجه يفضل ان نستخدم باركيه بلون فاتح. طيب لو ما فيش باركيه اعمل ايه؟ يبقى استخدم سجاد، بس يكون الوان السجاد فاتحه. هو في سجاده بيضاء؟ لا، مش شرط يبقى لونها ابيض، بس تبقى مثلا فيها لون فاتح، يعني يبقى الغالب فيها الفواتح. تالت حاجه ان انا استخدم وحدات اضاءه اوزعها كويس في السقف زي السبوتس مثلا، وبكده بتدي اناره اكتر في الاوضه وبتديها اتساع. رابع حاجه اني استخدم ستائر شفافه على الشبابيك علشان اسمح ان الضوء يدخل بشكل مناسب جدا، وما تكونش الستاير لونها غامق علشان ما تقفلش الاضاءه، وبكده برضو هدي اتساع للمكان. اخر حاجه هي اني اوزع براويز في الغرفه فيها رسومات بالوان فاتحه. واخدين بالكم ان الالوان الفاتحه لما بستخدمها في اي حاجه بتدي اتساع للمكان، براويز، سجاد، حوائط، الوان، كل حاجه. يبقى دي اهم خمس نصايح عشان ادي اتساع للمكان: لون الدهانات يكون فاتح، سجاد بلون فاتح او باركيه لون فاتح، براويز فيها رسومات بالوان فاتحه، ستاير لون فاتح، وحدات اضاءه متوزعه بشكل مناسب. لو المعلومه عجبتكم ما تنساش تعمل شير ولايك، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقات الجايه. السلام عليكم.